كيفاش مشيت لإيطاليا وكيفاش؟ أخرى مشيت على البسكليت من هنا. كيفاش؟ بسكليت موتون بايك. تجري 600 كيلو متر في الساعة. هاي. فيها ضو، فيها الماء، فيها بيت بانو. هاي. فيها دوش. هاي. فن بيت نوم. هذه في البسكليت في الكادرة. في الكادرة. والبسكليت هذه مش ليسونس لا مازوت، تمشي بالغرم. هاي. عدات على البحيرة نتاع ديك دبي. هاي. عبيت 5 أس الغرم، وصلت بها الروما البسكليت. هاي. فهمتني. جبت على الصحراء. هاي سحمد. أما لقيت عالم أخر، لقيت غادية ملي دخلت لقيت قهوة غادي محلولة، زرت القهوة لقيت عندهم الشيش. شو نقول لك؟ أول مرة أشوف شيشة كيما كاك. كيفاش؟ شيشة فيها 35 جبات. هاي؟ فهمتني. الشيشة. أنا معسل 4 خدام يعبوا فيها 5 براوت معسل في وسط الشيشة. هاي؟ فهمتني. الولع شطر كالاتوسة. فهمتني. الجبات تلقاه يكون 13 كيلو متر الطول نتاعه. هاي. انا مكب قد القبه تاع الحمام. فهمتي. الراجل طلع باش يمروح على الشيشه واخده، فهمتي، تفات شويه طلع على الشرافه. هاي. يمروح على الشيشه بكر الاسبيراتور هذاك كان مروح على الدور. هاي. بالضو. بالضو. فهمتي. عملت شيشه ثم جبت هي 24 ساعه لازمك تعيش. هاي. فهمتي. وتعديت القهوه ثاني. نلقى واحد يعيطوا له جيسكار، جيسكار بارم. هاي؟ فهمتني؟ لقب تاعو ميرامن، يسكن في سيسيليا. هاي؟ فهمتني؟ قال لي أنت تشبهت عليك، كنت في باريس؟ قلت له كنت في باريس، قلت له راهي باريس الساعة. فهمتني؟ قال لي باريس الشمالية، قال لي تسكن في نيس؟ قلت له في نيس، قلت له نسكن وين الزيتون بالضبط. هاي؟ في نيس وين الزيتون؟ في نوس وين الزيتون. فهمتني؟ قال لي ثماش وين الزيتون وانك الجنينة تاع الهندي؟ قلت له ثم بالضبط وين القمح؟ فهمتني؟ هي قال لي وش بجيبك لهنا؟ قلت له جيت عامتنا بسكليت. قلت له راه تزفر عليها تمشي وحدها. ها؟ وقال لي ايش قولك لهنا في الدولاب نتاع روما هذه؟ قلت له والله روما باهية، شو نقول لك؟ روما عز بلاصه، هي روما بالنسبه للخبز غادي خبزه 600 طول الضيحة. جيونات غادي عباد تعيش، كانت عايشه في الارجنتين. قلت له قبل كنت نلعب معاهم في الكوره. كنت لعبت كوره سنه قبل؟ لعبت كوره بالقدام في روما. كيفاش لعبت؟ روما لعبت مع الانجليز. انا عام هذي فهمت وقت انتخبوني اعطوني زمليرات ونص هكا 6 بوتوات ماركتهم بالراس هذاك. ماركات البوطه الاول ما السونتر. اي بالراس. بالراس. اي فهمت. والثاني والثالث والرابع بالراس ما السونتر. والماركي لهم البوطوات ما الركنيه. اي شوت ركنيه نخت عليها الماركات. اي وقت الماركات البوطه الاول. مره قالوا لي الكوره خرجت خلطت ماركات من الجرادان. الكوره خرج مشى ياكل كيلو متر خلطوا عليه في التران. بس جابوا الكوره والجول. مع بعضهم. فهمت. اي رجعوهم للستاد تجيني الكره ريبريز تطلع الكره من هذا لحد هبط هذا الثاني استنوا فيها في الستاد. انت شطها؟ شطها نزلت في الهلال لفوق. الهلال موسخون الكره بلاستيك والشوطه قويه شدت فيها في الهلال هبط هذا الثاني في وسط الطيره. وانتم قاعد تستنوا في الكوره؟ قعدنا نستنى في الكوره حتى اليوم غدوه كما فريق المجد وفريق الحريه. ايه فهمت. بعد قالوا لي تو باش تبقى بحذانا هنا في روما عزمة الجمعية. ايه قلت والله يبارك. قعدت بحذانهم غادي في روما يجيبوا لي كرهبة. أول مرة أشوف الكرهبة هذيك يسموها الرايس رايس. اللي هو جاكوار ولا ماشي. ايه سامي. الكرهبة هذية مشيت بينا يكون 51 كيلو متر. فهمتني؟ وبعد زفرت. نسمع في واحد يتكلم في وسط الكهرباء كيما الروبو. هاي سي احمد. قالت لي لحظة برك. كيفاش قالت لك؟ قالت لي لحظة الكهرباء تكلمت قالت لي لحظة اصبر شوي. صبرنا شوي قالت لي سب لي الماء. سبت الماء الكهرباء زادت كملت. قال لي الرجل بالله سيب علينا خلينا نمشي نعمل حمام خلي الكهرباء على النوم. ونعملوا طيب باهي. دخلت في بالي طيب عبيد. ايه ظهر روبو يطيب العباد في الكهرباء وسط الحمام. عند الحمام فيها روبوات في روما. في روما. ايه
الربوع يجيك باش ترى مسلحة ويبدأ يزرش وكل بروس ما تليك هذيك تاع الظوافة فهمني باش تمشي الماء قلت له بيت السخون وين قال لي برا خذ المترو هنا فصل الحمام باش ياخذ المترو ولا البيت السخون قال لي ثم متروات توصل حتى البيت السخون فهمني اخذت المترو وقسيت ب 14500 يا ودي وين هزني قال لي هزك البيت السخون انت راك في الحمام انا مشيت البيت السخون مشيت البيت السخون دخلت كيما كنشوف كيف الزوايف ايده بلاستيك طويله ياسر تشدني منه ومن وتبعثني تجيب لي بحث الطياب بالضبط قال لي تنزيان امريكان المون قلت له امريكان قال لي لا انت تونسي قلت له تونسيان قلت له فضلك عليك قال لي فضلك انا ما تكرش قال لي انا الطياب الصحيح كيما ابو جمعه نتاعكم جبد لي ابو جمعه اسمه ابو جمعه يا رب ابو جمعه فهمني هو يتكلم بالبيل البطرية هو يتكلم كيماك وفي عليه المازوت يعمل لك ركبوا 36 بطرية الربو شد البروس هذاك طير لي العرق ويدي كل طير هذي باك البروس خرج لي نشع شعرين الوسخ زوز براوت اتنحوا خدامه تايش في الوسخ برا والبلدي يجي تهز بعض تطير فهمت والحمام عمل لك يبرد يقص 51 كراتوسه ايش على براحته قال لي لحظه يسخن الحمام واحد سخن الحمام صار ماسك فوق الضوء قال لي كسرنا لك حتى لي 5 كرات زايدين فهمت قال لي راهو عنده دوزه بالضبط عندها 35 كراتوسه في تونس الخدام غلط حط 37 اشعل الحمام ما صدوا برا فهمت الربوع عمل لي كما كاين اطون 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 هي مشى لفرنسا ورجع الربوع طار دوبل على الطياره تلفلني سي بشير من غادي قال لي راه دوبل عليا سارو قلت له هذاك الربوع مشى يجي في الصابون الصابون فيها هي الصابون فيها في الحمام مشى الربوع يجي في الصابون ورجع تعدى على بشير قرب عليه باب الطياره قال له سيجارو تايش له واحد رويال قالوا له قال له احمد ساتور يدوش فهمتي قال له احمد ساتور يدوش قال له يزمني الصابون وفيه غادي عندك الصابون الفان هذاك معناها ما فيها فرنسي ولا المو ناس شنو فهمتي الصابونه 51 كيلو يهزوها بك الفرشات فهمتي وحطوها لداخل قامت في الحمام وعمل لك رجعنا الكريه برجعنا بالكرهبه هذيك رجعنا سيسيليا ايه فهمتي شكون تلقى في سيسيليا؟ نلقى في سيسيليا واحد من بوسيرم